رجعنا لحضراتكم، مضيف ضيف حضراتكم السيد اللواء اسعد حمدي الخبير الامني. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. سيد اللواء اسعد، دلوقتي الناس ابتدت تقلق وانا بنقل في الشارع، محدش واخد باله ايه الارهاب، لان احنا استخدمنا اللفظ كتير بس مش فاهمين حجمه قد ايه. ويمكن الشعب المصري لما طلع، ملايين الشعب في 30 يونيو كانوا مطلعين، ولما طلعوا تاني ادوا التفويض، لما طلب منهم الرئيس السيسي انهم يدوا تفويض عشان مولد الارهاب طلعوا. بس ما هم مش كانش واخدين بالهم ايه الارهاب، ايه حجم الارهاب، هل الارهاب ده ليه راس ورجلين وكده عشان نقدر نتعامل معاه، ولا الارهاب ده يعني حدوته بتاخد وقت طويل. اولا يعني اسمح لي حضرتك ان انا اعزي اسر الشهداء ونحتسبهم عند الله يعني شهداء باذن الله وفي الجنة بإذن الله. اللي عايز أقوله لحضرتك إن الإرهاب دي مش أول موجة تحصل في مصر. الموجة الإرهاب دي موجة قديمة جدا، يمكن تواكبت في العصر الحديث مع بداية الإخوان المسلمين حتى الآن. وإحنا مش عايزين نكرر التاريخ لأنه اتقال كتير وأظهرته يعني وكالات الأنباء وقنوات تلفزيونية، لكن عايزين نقول ان احنا كنا متوقعين هذا الارهاب. وعايزين نقول باختصار شديد ان الارهاب لم ينتهي، وان احنا لازم ناخد متسع من الوقت وصدرنا يكون رحب ونتحمل القضاء على هذا الارهاب. واقول ايضا ان عمر الارهاب ما انتصر اطلاقا حتى في الدول الغربية. يعني في ألمانيا كان في جماعة بادر باينهوف قعدت فترة، جماعة إرهابية انتهت. الجيش الأحمر الياباني، منظمة 17 نوفمبر في اليونان، الجيش الإيرلندي، موري الإيرلندي. فإذا الإرهاب لم ينتهي في مصر بسهولة، هياخد وقته. وإحنا يمكن من سنة أنا كنت هنا في نفس القناة وقلت إن هنواجه سيارات مفخخة، وهنواجه عمليات اغتيال، وهنواجه حاجات كتير جدا. ويمكن نتكلم فيها ايه اللي نتوقعه، ايه اللي احنا حاسبينه، ايه اللي احنا متوقعينه في الفترة القادمة. ولكن انا عايز اقول ان طول ما المنحنى النهاردة نازل انا بطمئن. الاخوان المسلمين او التيار الديني المتطرف والإرهابي أصبح غير قادر على الحشد، فالبديل هو الإرهاب. يعني حط الإرهاب بديل للقدرة على الحشد. النهاردة التيار المتطرف مش قادر يحشد في الشارع، مش قادر يأثر في الشارع المصري، فيعمل إيه؟ يمارس الإرهاب. وعايز أقول إن هذا الإرهاب بيكتب شهادة وفاة لهذا الطيار اللي بدأ سنة 28 وبيتوفى في 2014. وبيتوفى ليه؟ لأن لأول مرة بدأ صراعه مع الشعب. كان صراعاته دائما مع الحكومات، النهاردة صراعه مع الشعب. طيب سيادتك، لما احنا بنتكلم مولات الإرهاب اللي كانت موجودة، إنما كان طول عمرها مولات الإرهاب الموجودة داخليا، احنا النهارده بنواجه حاجه جايه من بره دلوقتي. وبرضه وانا كنت بطالب من شويه ان الرئيس يطلع، لازم الرئيس يطلع يوضح الخريطه كامله، ايه اللي بنتعرض له بما لا يضر بالامن القومي، وبما لا يعني المتاح من المعلومات التي يجب ان يعلمها الشعب عشان نبقى فاهمين احنا بنتعرض لايه ومنين وازاي يعني المساله. فالنهارده لاول مره بنى النهارده حواليا خطط، خلاص بفتح جبهه في الغرب، ممكن افتح جبهه في الجنوب، ممكن افتح من هنا، تمويل من بره كتير جدا. فالمساله يعني طيب انا مع حضرتك، بس في نقطه صغيره عايز اوضحها. ان الارهاب مش لاول مره من الخارج. الارهاب طول عمره بيمول من الخارج. وانا هقول لحضرتك باختصار، العمليات الإرهابية اللي تمت قبل كده في شرم الشيخ وطابة هذه العمليات تمام لها آلية، يعني في آلية للعملية الإرهابية. أنا عشان أعمل
عملية تفجير سيارة مفخخة زي ما حصل في هذه العمليات في الصادق. أنا بستخدم من نص طن لطن متفجرات. هل حضرتك متخيل إن أنا عشان أحصل على هذه الكمية بالسهل؟ أنا ممكن أدي لحضرتك دلوقتي 10 مليون جنيه وأقول لك انزل اشتري لي 10 كيلو جرام تي إن تي مش هتعرف. فإذا توفير هذه الكمية مش بالسهل، عشان أنقلها من الخارج إلى الداخل من خلال حدود دي عملية رهيبة، عملية مش سهلة. لما حصل السنة اللي فاتت واتمسكت سيارات محملة بذخيرة ومعدات في نفق الشهيد أحمد حمدي، الملفت للنظر مش إنك تمسك سيارة فيها أسلحة، الملفت للنظر إنك تمسك سيارة فيها هاونات وار بي جي. أنا ممكن أبيع بنادق، أهرب بنادق، أهرب مسدسات، في ناس هتشتريها، واحد عنده عزبة، واحد عنده حاجة هيشتريها، إنما عشان أهرب هاون، هاون ده بيضرب هدف غير مرئي، أجيب ار بي جي، أنا مش هحارب. إذا هذا السلاح كان يخزن لهدف ما. فآلية العملية الإرهابية أنا جبت السلاح. طب بعد ما أجيب المتفجرات والأسلحة دي أخزن المتفجرات إزاي؟ المتفجرات لها شروط للتخزين، لازم تحفظ على شلدش أو أرفف خشبية في درجة حرارة معينة. طب أحفظها فين؟ وأحفظها إزاي؟ وفين السيف هاوس أو المكان الآمن اللي أشيل فيه هذه المتفجرات؟ لما مسكوا عين شمس في المرة فترة عدة شهور شفت كمية المتفجرات كان شكلها إيه؟ هذه المتفجرات كيف نقلت؟ ده موضوع تاني. طب جبت المتفجرات، تصنيع القنبلة نفسها، تصنيع القنبلة يقول لك على النت موجود، خش على النت بس تعرف تصنع قنبلة؟ صعب، لأن القنبلة لها أساس في التركيب. يعني القنبلة عربية اللي فجرت موكب عاطف صدقي، الموجة الانفجارية بدل ما تطلع تجاه سيارة رئيس الوزراء أسبق طلع تجاه المدرسة، موتت شيماء وعورت 18 بنت وفجرت المدرسة والعربية لم تهتز، لأن الموجة الانفجارية وتوجيهها ده لحاجة. استخدام وسيلة التفجير فيها حرفية. أشكال لما بقول الإرهاب من الخارج أنا ما بقولوش لا هو بناء على أنا في 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 حاجات في خبرة في اكسبيرينس. أنا ما هو في كل الأحوال دي في الخارج موجود على الأقل بيمد بالفلوس بالظبط، وكان بيبقى العمليات مقصود بيها حاجة معينة. دلوقتي الهدف اللي بيعمل عليه الإرهاب ده موضوع تاني. الهدف النهاردة إسقاط مصر، يعني تقسيم مصر طبعا، تنفيذ المخطط اللي معمول من 25 يناير طبعا، ده الهدف. فابتدى يبقى داخل من بره بتنظيم بقى تاني، فصائل بتتدرب بره بقى، في ناس مرتزقه بره بيدربوا بفلوس وكلام طبعا. فانا عايز حضرتك تلقي لنا الضوء على هذا الكلام، ما الذي يحدث في ليبيا وماذا يمكن ان يحدث من حدود السودان اذا يعني هو ده الكلام. طيب قبل ما اقول الحته دي لازم نرجع برضو يعني جزئيه لورا. لما حصل ال 11 سبتمبر مات 4200 واحد في 5 دقايق في وسط أمريكا، في أكبر مبنيين تفخر بهم أمريكا في العالم. تمام، أمريكا عملت رمت قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكي عشان مات لها 800 في بيرل هاربر. اليابانيين ضربوا الهجوم البحري، راحوا رامين قنبلتين ذريتين. فلما حصل الموقف ده وانا زرت امريكا في هذه الفتره بعد وشفت ازاي ان الامريكان حاطين اعلام في الشارع حاسين ان روحهم المعنويه اتهزمت، اللي حصل ان الامريكان وكبار المسؤولين الامريكان قالوا صراحه لابد ان نغير المنطقه، ثم اتكلموا عن شرق اوسط جديده، بس احنا ما بنرجعش ما بنقراش التاريخ كويس. قالوها صراحه وقالوا ان اول حاجه هيبداوا بيها العراق ثم ايران ثم سوريا، وقالوها صراحه من المسؤولين الامريكان. تمام، ثم مصر، ولقوا ان هم لابد ان يغيروا المنطقه. لما بداوا يغيروا المنطقه بالقوى المسلحه ودخلوا العراق وجدوا ان الخساره كبيره ماديه وبشريه، فكلمت كوندليزا رايس عن ايه؟
الفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة. احنا الكلام واضح. التاريخ واضح. ما فيهوش لبس. تمام؟ اتكلمت عن الفوضى الخلاقة وبدأت تعمل دورات العصيان المدني وبدأت تعمل إلى أن أتى فرصتها في مصر. فرصتها في مصر أتت بعد تونس وبعد مناطق أخرى كثيرة. تمام؟ ولكن اللي عايز أقوله إن هم هدفهم تغيير المنطقة. عشان يغير المنطقة هو بدأ يلعب دور كبير جدا في إن هو يغير ويقسم المنطقة. تمام؟ التقسيم اللي حصل في السودان هو يا ريت التغيير إنما هو عايز يقسم. اللي عايز أقول بقى حتة الحدود، لأن أنت حضرتك بتركز على الحدود. عايز أقول إن الحدود بتاعتنا عبارة عن ليبيا والسودان وإسرائيل. غزة وإسرائيل. غزة وإسرائيل. والغرب من ناحية الشمال من ناحية البحر. بالضبط. ولكن الخطر الأكبر أتى من طول عمره بيجي من الشرق. أتى من غزة. مع احترامي الكامل، احنا كلنا عرب وبنحيي القضية الفلسطينية، وما فيش أسرة كبيرة مصرية إلا مات لها شهيد من أجل فلسطين. احنا الحالة الاقتصادية اللي بنعاني منها هي ان احنا في حالة حرب من سنة 48، مش من 56، من سنة 48 واحنا في حالة حرب مع اسرائيل. 48 و 56 ثم 67 ثم الاستنزاف ثم 73 ثم بعد كده الحروب الباردة اللي احنا شغالينها مع اسرائيل. هذه الحروب مكلفة. هذه الحروب هي اللي أثرت في اقتصاد مصر من أجل فلسطين. ولكن أنا عايز أقول بأمانة، إذا ثبت أن قواعد الهجوم الإرهاب في مصر موجودة في أي مكان في العالم، فعليها أن أحاربه في أي مكان في العالم. حقنا، من حقنا ونحاربه في قواعده. وأنا في رأيي ان الناس لازم تخاف، هذه القواعد لازم تخاف، ولازم تشعر ان هناك اللي هيطولها، حد هيطولها وحد هيوصل لها ولغايه مكانها ولغايه المكان اللي هي فيه. اذا لم تستشعر هذا الخطر ستستمر في التمويل في هذا العبث هذا العبث وهذا التمويل وهذه المؤامرات ولن تنتهي. فانا بقول لحضرتك انا تماما معاك ان لابد ضرب قواعد الارهاب في الخارج. وعايز اكرر تاني حته بارجوها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان يقسم على انه ياتي بحق كل من قتل او جرح او روع امن مصري ايا كان، مسلم او مسيحي، في الداخل او في الخارج. هذا القسم في أول لقاء لي أمام الإعلام لابد أن يقسم هذا القسم. إسرائيل جابت إخماً من الأرجنتين بعد 25-27 سنة من الحرب العالمية الثانية، جابته معسكرات النازي. أيوه جابته. تمام؟ وحكمته. إحنا لن نترك حق هؤلاء الشهداء. طيب أنا يعني احنا من سنتين ولا حاجه ولا اكتر لما حبوا يضربوا في السودان. يعني اسرائيل ضربت في السودان مصنع قالك ده معمل كيماوي. ايوه ضربوا في السودان. ايوه طبعا فاكرين. والسودان ليس لها حدود مع اسرائيل. ايوه انما لما قالوا انه يعني ادعوا انه ده مصنع او كان هناك ايا كان ضربوا ولا حد يتكلم ولا حد يتكلم. انا عايز اقول النهارده الجماعات او الاماكن التي قطر بتصرف فيها في السودان وفي ليبيا النهارده، وهذا معلوم ومعروف، الجماعات اللي يتم فيها تدريب وفيها ارهابيين. النهارده احنا نقدر نعمل نقدر استطلاع ونقدر نصور ونقدر نجيب هذا الكلام، واجهزه مخابراتنا على وعي وعلى قدره كامله انها تعرف لنا كل هذا الكلام. اذا ثبت هذا الكلام لازم نضربها. بالزبط. ولازم نبقى فاهمين بقى ان يعني مش كده ولا ايه ولا احنا ولا لازم الناس تخاف. لازم الناس اللي هي اذا كان هناك تآمرا وكان هناك دليلا على تورط اي جهه أو أي دولة أو أي مؤسسة أو أي منظمة على دعم إرهاب في مصر، لابد أن هذا يحاسب.
يحاسب من خلال مجلس الامن، يحاسب من خلال المؤسسات الدوليه، يحاسب من خلال الرد الفعل العسكري. استاذ اللواء سعد، احنا شوف محكه ظهرك مثل ظفرك. ما حدش هيجيب لك حقك، واحنا النهارده احنا صغيرين ولا قليلين ولا حاجه اطلاقا، واحنا لابد ان احنا بندافع عن نفسنا اطلاقا. زي النهارده اسرائيل ادت نفسها مبرر انها عماله تقتل في الفلسطينيين، انها عشان ضربوا صاروخين ولا بيضربوا هم صاروخين اللي عملوا حاجه، وحتى لو ضربوا 100,000 صاروخ ولا عملوا اي خسائر، وعمال يقتلوا في الفلسطينيين بس مبرر عمل غلط. انا النهارده سهل جدا ان اقدر اسمع هذا الكلام. الضروب والمدقات والطرق التي اللي هي اللي بيستخدمها دايما الخارج على القانون، اللي هي في الصحراء في الغربيه، وانت عارف حضرتك الصحراء الغربيه احنا 1200 كيلو تقريبا الحدود. انا النهارده انا ليه ما ببتديش دلوقتي بلاية طلعات مستمره، واي حد بيتحرك في الحدود اللي بيا هضربه، ما هو ده جاي ليه هضربه، مش هنهزر يعني، ما عادش فيه هزار دلوقتي. يعني ولا سيادتك شايف التصور ازاي؟ لا لا لا، هو شوف اقول لحضرتك، لابد ان احنا نتكلم عن ان الارهاب خطير. الارهاب مشكلته انه يباغتك. ما انت مش عارف جاي منين. مش عارف جاي منين. لا يباغتك، يعني انت لا تستطيع ان تظل في حاله استنفار امني طوال الوقت. ده في من لما بندرس الخطر الارهابي بنتكلم عن حاجه اسمها الاسترخاء الامني. انا حضرتك لو انت النهارده مستنفر بعد شويه هتهدى ثم تهدا ثم تهدا. فالاسترخاء الامني ده احد عيوب، تمام، او احد اسباب دعم الخطر الامني. فحضرتك النهارده انا ما بقولش ان احنا الحمد لله من افضل حاجه بنشوفها دلوقتي ارتفاع مستوى تدريب القوات المسلحه اجهزه الشرطه الى حد لا تتخيله حضرتك، ارتفاع المستوى الواضح، حتى ارتفاع اللوجستي اللي موجود. يعني النهارده الاسلحه بتتقدم، السيارات بتتقدم، المكافحه بتتقدم، الكاميرات بتتقدم، لكن احنا ما زلنا لسه لم نصل الى مرحله الكمال، ولابد ان احنا نتوقع ان تحدث احداث ارهابيه. ولكن حضرتك الحدود مسيطر عليها ودائما مسيطر عليها، ولكن هو مشكله الارهاب انه ياتي اليك فجأة في مكان لا تستطيع أن تتوقعه. ورغم ذلك أنا عايز أقول أن حتى العملية الأخرانية بتاعت الفرافرة حضرتك هناك كانت مقاومة، وهناك ضرب حصل وسقط 4 من المهاجمين. يعني عايز أقول أنه كان هناك تبادل لإطلاق النار. يمكن هم لما ضربوا الأرجيل ومخزن الذخيرة هو اللي أحدث الخسائر، أكبر خسائر، ولكن هناك مقاومة، هناك يقظة موجودة وستظل. فأنا مش عايز الناس تقلق مما حدث، يعني بالعكس أنا عايزين نطمئن الناس. يعني أنا عايز أقول كان امبارح حد بيكلمني من أهالينا من أسيوط بفالس، فبيقول يعني اذا كنا احنا بنعزي نفسنا في شهدائنا ان احنا لازم نهني نفسنا بجيشنا اللي بيدافع عننا. ما هي النقطه دي مش عايزين في وقت الوقت اللي احنا فيه الغضب او فيه احساسك بمراره او الكلام ده كله. انا لا اشكك في حاجات من دي كلها، بس انا عايز بقول دايما احنا مشكلتنا ان كان هناك فجوه كبيره جدا ما بين الدوله والشعب. النهارده الشعب ده هو ده اللي في الاخر هو اللي لعب الرئيس السيسي في هذا المكان. والشعب ده هو اللي اسقط المؤامره الكبرى طبعا. والشعب ده اللي هو اللي اطعم الاهوال. لابد ان الشعب اشركه معي بما هو متاح بما لا يضر بالامن طبعا. القومي من معلومات طبعا. لازم نتحط فيه ده حضرتك النقطه اللي بتتكلم فيها دي حضرتك دي نقطه قويه جدا اللي هي اسمها علم الامن القومي. انا بادعو لتدريس علم الامن القومي وعلم الاجراءات الامنيه في المدارس في الثانوي. ادرس لهم ازاي انت تبقى واخد بالك، انت تبقى كل واحد امن قومي، كل واحد يبقى هو في نفسه.